السلام عليكم، مرحبا بكم معنا عاوتاني. اليوم غادي نشوفوا اول مساله ديال الداله الاسيه. بقاو معنا هنا وشوفوا لي نونسي. نخليكم واحد شويه تاخذوا سوا سكرين سوا ديروا بوز باش تشوفوا لي نونسي، ومن بعد نشرحوا ان شاء الله كالعاده في التصحيح. على بركه الله نبداو بالسؤال الاول. سوا جي لا فونكسيون ديفيني بار جي دو اكس اكسبونونسيال اكس موان اكس اكسبونونسيال اكس ناقص واحد، نحسبوا النهايه في موان الانفيني. دونك لا ليميت لوسكو اكس envers moins l'infini de g de x est égal à la limite lorsque x envers moins l'infini. Nous l'expression de x et exponentielle x n'a pas x exponentielle x n'a pas y. Voilà. Maintenant, x égale moins l'infini. Donc, nous avons les limites qui sont moins l'infini. Disons, comme un rappel, nous avons limite lorsque x envers moins l'infini de l'exponentielle est égal à 0. Au limite, lorsque x tend vers moins l'infini, dirais-je x exponentielle x, c'est-à-dire 0. D'accord? Donc, comme le derrière, la limite égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Elle dit qu'elle est chère. Normalement, on va le faire avec le tarot. Quand elle dit qu'elle est chère, 0. On va dire qu'elle est chère, 0. Maintenant, on va dire qu'elle est chère. Oralement, هادشي كامل كيمشي ناقص واحد، ولكن في لاغيداكسيون كنقولو اون لا ليميت لوسكو اكس طون فير موان لانفيني ديال الاولى ايتيكال زيرو، اي ليميت لوسكو اكس طون فير موان لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس تاهي كتمشي لزيرو، دو لا ليميت ديال كلشي حتى موان زان، دونك دو لا ليميت ديال اكس طون فير موان لانفيني ديال كلشي اللي هي جي دو اكس ايتيكال moins 1. C'est bon, de vous d'abord, la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Jouna, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, et voilà, g de x est égal exponentielle x n'a pas x exponentielle x moins 1. Aoul haja, la limite, t'aouet. N'aoudou. هاي بيناتنا هادي غادي تمشي بلس لانفيني، داكور؟ إكس فوا إكسبونونسيال إكس بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هي بلس لانفيني، مع هاد لو موان فين يمشي؟ موان لانفيني. دونك هادي شناهي؟ شكل غير محدد، إف إي فورم أندترميني أو لا شكل غير محدد. دونك عندنا شكل غير محدد، دونك خصنا نلقاو شي تخريجة باش نتخلصو منها. D'accord ? Donc, plus l'infini, on retourne à la limite là, de l'exponentielle, que je vais dire d'as. Maintenant, limite lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle est égal à plus l'infini. Maintenant, une deuxième limite, il y a lorsque x tend vers plus l'infini de l'exponentielle x sur x, c'est plus l'infini. Donc, un cumulum là est égal la limite lorsque x tend vers plus l'infini. هنا عندنا شكل غير محدد، دونك خصنا نلقاو شي حاجه. دونك كيبان لنا بلي ليكسبونسي كتعاود، دونك خصنا نعملو بليكسبونسيال. دونك الى عملنا بليكسبونسيال اكس شحال بقينا؟ بقينا واحد ناقص هنايا ناقص اكس، هنا عندنا ناقص واحد، دونك تتولي هي ناقص واحد على اكسبونسيال اكس باش حتى نشرنا نطيحو في لافورم الاولى. سي بون. دونك هنا اوغالمون هادي كتمشي بلوس لانفيني، هادي اللي هنا عندنا ناقص اكس كتمشي موان لانفيني، وهادي فين كتمشي؟ واحد على لانفيني هي زيرو. دونك بقى عندنا موان لانفيني فوا بلوس لانفيني. موان لانفيني فوا بلوس لانفيني سي موان لانفيني، حيت لانفيني في لانفيني ماشي شكل غير محدد، شكل محدد غير خصنا نعرفو اشارة ديال لي زانفيني وصافي. دونك نجيو كنقولو هنا نفرقوها، نحسبو هاديك بوحدة وهاديك بوحدة، من بعد نديرو الجداء ديالو. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini donne le d. 1 moins x, c'est moins l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini donne 1 sur exponentielle x est égal à 0. On dit bien, la même chose on trouve là, c'est la limite de plus l'infini. On termine là, donc 1 à l'infini est 0. Et donc, من هاد الجوج كيعطينا ان الليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال هادشي كامل 1 ناقص x ناقص 1 اكسبونونسيال x فين كتمشي؟ موان لانفيني
نزيدنا على 0 جي هي موان انفيني. دونك احنا حسبنا ليميت ديال هذا الطرف لو قلنا الطرف الثاني اللي هو بديهي اي اون ا ليميت لوسكو اكس تان فيغ بلس انفيني ديال الطرف الاول اللي هو ليكسبونسيال اكس حسب الدرس هو بلس انفيني. اشنو خرجنا دابا؟ لقينا بلي هادي كتمشي لموان انفيني راه هي هادي كتمشي لموان انفيني والطرف الثاني كيمشي لبلس انفيني اللي هو هذا. اذا الجداء ديالهم هي بلس انفيني فوق موان انفيني كيف قلنا هي موان انفيني. نجي نقولو دو لا ليميت هاد المرة في بلس انفيني ديال اش ديال لا فونكسيون جي دو اكس ايكال موان لانفيني بلس لانفيني فوق موان انفيني داكشي علاش كتبنا موان انفيني. نمرو للسؤال الثاني اللي هو طابلو دو فارياسيون دو جي بلس لو سين ديال جي او جدول التغيرات ديال الداله جي زائد اشاره ديال جي. دونك قبل ما نمشيو للطابلو دو فارياسيون اش كنديرو خصنا نحسبو جي بريم داكور. كنجيو كنقولو جي قبل ما نحسبو جي بريم نورمالمون هنا نبداو ديريكتومون جي بريم نردو البال او غرام. راه قبل ما نحسبو جي بريم راه خصك تبين ان جي قابله للاشتقاق او جي ديريفابل. اش كنقولو هنا ليكسبونونسيال اي ديريفابل فاش مجموع التعريف ديالها اللي هي اف اكس فوا ليكسبونونسيال اكس راه ديريفابل. علاش؟ لانها جداء دالتين قابلتين للاشتقاق او لا سي ان برودوي دو دو فونكسيون كي سون ديريفابل سور اف داكور. اذا هذه وهذه قابلتين للاشتقاق زدنا عليهم واحد ثابته ناقص واحد كتبقى داله قابله للاشتقاق. دونك اوغالمون راه هادشي كامل خصو يتكتب الا بغيتو تاخذوا النقطه كامله. دونك حنا باش ما نضيعوش الوقت غنحسبوا ديريكتومون جي بريم داكور. دونك غنحسبوا جي بريم هنايا نبداو هنا. دونك اكسبونونسيال بريم ديالها هي نفسها نحطوها داكور ندير واحد لو موان هنا فوالا غنحلوا واحد القوس شنو هو الاشتقاق ديال اكس اكسبونونسيال اكس غادي نطبقوا هذا اف فوا جي بريم راه هي اف بريم فوا جي بلس اف فوا جي بريم داكور. يلا نكملو هنا. دونك شاتولي هذا دونك غنحسبو الشرق ديالي الى طبقنا هنا. دونك البريم ديال الاولى هي هادي فوا الثانية بلس الاولى بلا بريم فوا الثانية اللي هي تكون بريم. ردو معايا البال هادشي راه مكنكتبوش في الورقة كنديروها ديريكتومون هنا باش نجي نشرح. ناقص واحد بريم هادي ثابتة الى كدير لها البريم كتولي صغيرة دونك مانكتبو والو. نكملو الاشتقاق عندنا هي اكسبونونسيال اكس ناقص اكس بريم راه هي واحد واحد فوا اكسبونونسيال كتبقى اكسبونونسيال بلوس هنا عندنا اكس فوا اكسبونونسيال بريم. اكسبونونسيال بريم عارفينو هو نفسه هو اكسبونونسيال دونك اكس فوا اكسبونونسيال اكس ايكال اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال اكس ناقص تحت القوس غتبقى ناقص اكسبونونسيال اكس فوا اكس. دونك هادي مشات مع هادي اشنو بقات لنا جي بريم. دونك جي بريم دو اكس بقات هنا هي ناقص اكس اكسبونونسيال دو اكس سي بون. اي سو سي كالكو سوا اكس ابارتونون اف باسكو دومين دي ديفينيسيون عندنا هو فوا اف شكون هنا كالكو سوا اكس ابارتونون ا اف. دونك باش نرجعوا ليها في الاول دي جي دي جي ايكال ا اف باسكو ما عندنا حتى شي مشكل في الداله exponentielle elle est définie sur R. La dernière, j'en ai fait la x, x. C'est une fonction polynôme, donc معرف R. Donc, كل شيء معرف R. معنى حتى شيء مشكل. C'est bon. Donc, باش نديرو دابا جوج التغيرات خصنا نشوفو الإشارة ديال جي بريم. D'accord. عندنا اون ا شوف اون ا كيل كو سوا x appartenant à R شحال لقينا جي بريم. جي بريم هي ناقص x exponentielle x. خصنا ندرسو الإشارة بهذا. أش كنعرفو على ليكسبونونسيال؟ هادي بوحدها، هادي بوحدها كيفاش عرفناها في ديكور؟ أكبر قطع من صفر كيل كو سوا إكس أبارتونون إر. هادي هي ليكسبونونسيال، أكبر قطع من صفر، دونك إلا كانت أكبر قطع من صفر، دونك إشارة بريم هي إشارة ناقص إكس. داكور؟ نجيو نكتبوها هنا، إشارة جي بريم هي إشارة ناقص إكس. حيت داكشي اللي مضروب ناقص إكس موجب. نقولو لو سين دو جي بريم سي لو سين دو موان إكس. دونك غنجيو كنكتبو هنا ديريكتومون إكس
موان 9 بلس 9 حاجة عربة في R ونشوفو فين كتنعدم هادي فين كتنعدم ناقص X كنجيو كنقولو ناقص X كتساوي 0 دونك X كتساوي 0 دونك كتنعدم في 0 كندير ناقص X هنا حيت هي الإشارة ديال هادي هي الإشارة ديال الجي بريم كيف قلنا هنا كتنعدم فوالا وهنا كنديرو جي دو X باش نشوفو التغيرات ديالها كي داير الإشارة كنديرو إشارة A شكون هو A هو المعامل ديال X هنا سالب ناقص واحد كنديرو ناقص وهنا كنديرو زائد بما أن ناقص X راه هي الإشارة ديال جي بريم دونك إلا كانت ناقص X هنا بوزيتيف راه حتى جي بريم تا هي بوزيتيف ومنه جي غتكون تزايدية هنا ناقص X نيجاتيف إذا جي بريم حتى هي نيجاتيف إذا جي تا ناقصية سي بون هنا نحطو لا ليميت ديال اش ديال جي فين لوسكو اكس تون فيغ موان انفيني حسبناها قبيله هي شحال لقيناها قبيله شحال موان زان ليميت لوسكو اكس تون فيغ موان انفيني ديال جي لقيناها هي موان زان سي بون ويلا لقينا ليميت ديال جي دو اكس اون بلوس انفيني لقيناها هي موان انفيني شوف دالا جايه من ناقص واحد فين غطلع غطلع جي دو زيرو غنحسبو من بعد غادي تهبط لموان انفيني دونك دابا غنمشيو نحسبو جي دو زيرو هنا سي بون نحسبو جي دو زيرو نعوضو فتولي اكسبونونسيال دو زيرو ناقص زيرو فوا اكسبونونسيال دو زيرو موان زيرو اكسبونونسيال دو زيرو هي واحد ناقص صفر شي حاجة هي صفر ناقص واحد واحد ناقص واحد هي صفر سي بون دونك جي دو زيرو لقيناها هي زيرو كنجيو هنا كنعوضوها بزيرو شوفوا هنا سي لوجيك جاي من موان زيرو غادي يطلع فين جاي من باردون من موان زيرو غادي يطلع للزيرو ومن بعد تهبط موان انفين بعد المرات راه كنديرو هنايا جدول التغيرات ناقص واحد وكنجيو نحسبو هنا كنلقى واحد العدد سالب كتولي ناقص واحد طالع موان تروا اي لوجيك يعني كنعرفو بلي راه غلطنا في هاد لا ليميت كنرجعو نعاود نحسبوها هنا منطقي ناقص واحد غادي يطلع للزيرو ومن بعد تهبط موان انفين دونك كنقولوا بلي راه جاوبنا صحيح دونك كنقولوا دابا صوبنا الطابلو دو فارياسيون بقى لنا السؤال واحد اللي هو الاشاره ديال جي او لا لو سين ديال لا فونكسيون جي غادي نديرو ابارتير ديال الطابلو دو فارياسيون خصنا نحددوا الاشاره ديال جي شوفوا معايا مزيان كي داير الاشاره ديال جي شوفوا غير من جدول التغيرات شو الداله جي جايه من ناقص واحد غتطلع حتى للصفر وغادي تهبط عاوتاني موان انفيني شنو هو داك الزيرو هو القيمه القصوية ديالو دونك الي توجور تحت من الصفر ديما اون دسو دو زيرو يعني سالبه داكور كنجيو كنقولو حسب جدول تغيرات الداله جي صفر هي القيمه القصوية او القيمه القصوى لي دالة جي إلا كانت زيرو هي القيمة القصوية ديالها دونك راه ديما سالبة إذا كاين كسوا إكس كتنتمي ل إر إذا جي جي دو إكس أصغر من أو يساوي صفر وصلنا دابا الجزء الثاني ديال الدالة اللي غيكون فيه الدالة جديدة اللي هي إف اللي كتساوي إكس على إكسبونونسيال إكس ناقص واحد كلشي ناقص واحد إذا كان إكس كيخالف صفر وعندنا الصورة ديال زيرو بالدالة إف هي زيرو هاو الاف لي زيرو كتساوي زيرو نبداو اول سؤال مونتري كو اف كونتينيو فهاد لو بوان اكس زيرو ايكال زيرو او لا اف متصله نديرو ان تي رابيل كنقولو اف اي كونتينيو اون اكس زيرو كتساوي ا او لا اف متصله في اكس زيرو كتساوي ا اذا وفقا اذا كان شنو ليميت ديال f دو x لوكسكو x طون فير هذاك ا كتساوي الصوره ديالو الداله f يعني شنو خصنا نبينو هنا خصنا نبينو ان باش نبينو f كونتينيو من x 0 اللي كتساوي 0 خصنا نبينو ان ليميت لوكسكو x طون فير 0 ديال f دو x كتساوي f لي 0 الا بينا هادي دونك راه جاوبنا على السؤال الاول دونك نبداو صحيح على بركه الله اون ا ليميت لوغسكو x تنفير 0 ديال f دو x
يمثلنا نحسبوها القوام f دو زيرو دونك نحسبوها ايت ايكال ليميت لوسكو اكس تانفير زيرو ديال اف دو زيرو دونك ديال اف دو اكس بلاطا نعوضو اف دو اكس باش القيمة ديالها او لا العبارة ديالها ناقص واحد ايت ايكال هنا نحبسو وغادي نبداو نعوضو دونك عوضو لي اكس بزيرو شكون هنا هي زيرو داكوغ تعويض تعويض زيرو على اكسبونونسيال دو زيرو هي واحد ناقص واحد غتعطينا هي زيرو سير زيرو فورم انديتيرميني او لا شكل غير محدد دونك اش غادي نديرو دونك خصنا نلقاو شي تفريجه حسب الدرس عندنا واحد لا ليميت لوسكو اكس تانفير زيرو في الاكسبونونسيال خصنا نكونو حافظينها غنديرو شي تفريجه ما فيها باس هي لا ليميت لوسكو اكس تانفير زيرو ديال اكسبونونسيال اكس ناقص واحد على اكس كتساوي لنا واحد وهادي حاولوا ترجعوا لا فيديو اللي فيها ملخص الداله الاسيه راه برهنت عليها باش بالعدد المشتق ديال الداله الاسيه في النقطه صفر اوني بينتها دونك نكملوا دونك هادي خصها تبان لينا خصنا نحاولوا نديروا شي تفريجه باش تبان باسكو هي الوحيده اللي كنعرفوا لا ليميت ديالها في اكس كتقول للصفر دونك لاحظتوا معايا هادي ما هي زعما هادي اش كيبان ان هادي هي المقلوب ديال الاخرى دونك لا نحاولوا نطبقوا دابا اي اليمون خدينا درنا ليه المقلوب ديال المقلوب كنطيحوا فيه هو نفسه انا نشرح عندنا ا هي شكون هي المقلوب ديال المقلوب ديال ا بحال قلتي ا قلبناه دو فوا كنرجعوا ليه سي بون هو المقلوب ديال ا هو هذا هو واحد على ا زدنا درنا ليه المقلوب نطيحوا فيه دونك الى طبقنا هذه شوفوا معايا اي ايغال لا ليني لوغسكو اكس تانفير زيرو شتولي المقلوب ديال المقلوب غتولي هي واحد على اكسبونونسيال اكس موانز ان لو تو سير اكس ناقص واحد هادي الى بسطتيها راه غتبقى هادي سي بون دونك ايت ايغال هنا غنحسب هادي كنعرفو لا ليميت ديالها هو بيناها في الدرس ها هي رابيل كتساوي واحد دونك واحد على واحد هي واحد ناقص واحد كلشي غيخرج زيرو هنا غنمشيو تدريج دونك كنجيو كنقولو اون ها لا ليميت لوغسكو اكس تانفير زيرو ديالاش ديال واحد على اكسبونونسيال اكس ناقص واحد على اكس كتساوي شحال واحد على واحد اللي هي واحد كنجيو كنقولو لان هادي كتمشي لواحد كاغ لا ليميت لوغسكو اكس تانفير زيرو ديالاش اكسبونونسيال اكس ناقص واحد على اكس كتمشي لواحد إذن هادشي كامل فين كيمشي الا كانت هادي كتمشي لواحد دونك هادشي كامل كيمشي لواحد ناقص واحد اللي هو صفر غنجيو هنايا نكملو نحيدو هاد الرافيل ديال الدرس نكملو هنايا نقولو دونك ليميت لوسكو اكس تانفير زيرو ديالاش ديال داكشي كامل ديال واحد على اكسبونونسيال اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد كتساوي صفر اذا هادشي اللي كامل شكون هو هذا هو اف دو اكس دو لا ليميت لوسكو اكس تانفير زيرو ديالاش اف دو اكس ات ايغال صفر احنا حسبنا دابا لا ليميت ديال اف دو اكس عندما اكس كتكون زيرو لقيناها زيرو كيف قلنا الا بغينا بينها متصله بزيرو لا ليميت تكون كتساوي اف لي صفر وحسب التمرين عندنا زيرو هو اف لي صفر كنجيو كنكتبو ايت ايغال اف دو زيرو فوالا فاش كتفكركم هاد المتساوية هادي مع هادي حسب الدرس ملي كتقول ليميت لوغسكو اكس تانفير ا ديال اف دو اكس ايت ايغال اف دو ا كنقولو بلي اف متصلة ب ا دونك هنا نقولو دو ولا فينالمون اف اي كونتينو اون اكس زيرو ايت ايغال زيرو ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون قالك نونتري كو لا دغواط دلتا ديكواسيون Y إيكالا موان زان سيتون اسامبتوط أوريزونتال هاولا المستقيم ديال المعادلة Y كتساوي ناقص واحد مقارب أفقي دونك ما فيها باس ندير واحد لغابي ديال الفروع لا نهائية دونك إمتى كنقولو أن واحد المستقيم باغ إكزومبل دلتا ديكواسيون Y كتساوي A اسامبتوط أوريزونتال
أولا مقارب أفقي سي سولمون سي لا ليميت لوغسكو إكس طون فير أش لانفيني ديال إف دو إكس خصها لنا هاديك أ داكوغ إلا خرجت لنا هاديك أ كنقولو بلي إيكغيك إيكالا أ مقارب أفقي لاش لسي إف بجوار هاد لانفيني إلا درنا هنا بلوس لانفيني كنقولو بجوار بلوس لانفيني وإلا حسبنا لا ليميت في موان انفيني كنقولو مقارب افقي بجوار موان انفيني على حساب الانفيني اللي كنخدمو فيه دونك داكور هذا هو رابيل دو كور دونك هذا التفكير ديال الدرس دابا غنمشيو نشوفو داكشي اللي طلبو لنا شوفو معانا هنا بوغ مونتخي كو هاد مستقيم ديال المعادلة إيكغي ناقص واحد مقارب افقي يكفي أن نبين أن la limite lorsque x tend vers h من الانفيني ردوا البال درنا بجوار h من الانفيني دونك هنا خصها تكون بلوس الانفيني ديال h من فونكسيون خدامين f كتساوي h y كيكرا شحال هنا هذا هو a دونك في الحاله ديالنا هو ناقص واحد خصها تخرج ناقص واحد دونك فين نبين هذه الا بينا هذه سال الفيلم خرجنا التمرين دونك يسوفي دو مونتري كو لا ليميت هذه دونك فوالا كنبداو هنا كنقولو اون ها لا ليميت لوغسكو اكس طون فير بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ايت ايكال لا ليميت لوغسكو اكس طون فير بلوس لانفيني ونعوضو اف دو اكس بالعبارة ديالها اللي هي اكس على اكس بونسيال اكس ناقص واحد فوالا دابا اول حاجة اش غندير التعويض الفوق فين غيمشي هنا غيمشي الاش بلوس لانفيني لتحت بلوس لانفيني ناقص واحد سي بلوس لانفيني دونك لانفيني على لانفيني فورم انديتيرميني دونك خصنا نلقاو شي تخريجه باش نحيدو لا فورم انديتيرميني فوالا دونك اش غادي نديرو عندنا جوج ديال النهايات بلوس لانفيني عندنا ديال ليكسبونونسييل اللي كتمشي لبلوس لانفيني وعندنا ديال اكسبونونسييل اكس سور اكس حتى هي كتمشي لبلوس لانفيني حتى هي خصنا نبينوها هنا نكملو هنا ليميت لوغسكو إكس طون فير بلوس لانفيني هنا باش تبان لينا إكسبونونسيال إكس سور إكس خصنا نعملو بإكس دونك بقات إكس إلا جبنا لتحت عملنا بإكس تتولي إكسبونونسيال إكس سور إكس ناقص واحد على إكس سي بون ناقص واحد دونك نكملو في الجهة الأخرى نحيدو هادي داكوغ دونك نكملو ايت ايكال الكمالة ديال الأخرى دونك هنا لاحظتو معايا إكس غتمشي مع إكس عندنا الحق مختلفة حيت كاين هنا ضرب أشنو بقات؟ بقات لا ليميت لوغسكو إكس طون فيغ بلوس لانفيني فوق أشنو بقى لينا واحد سور بقات لنا إكسبونونسيال إكس سور إكس ناقص واحد على إكس كلشي نقصو منه واحد فوالا أشنو بقى لينا دابا حساب دونك هادي فين كتمشي كتمشي لنا بلوس لانفيني حسب الدرس اكسبونونسيال اكس سور اكس وهذه فين كتمشي واحد على لانفيني كتمشي لزيرو فوالا دونك المقام فين مشى بلوس لانفيني مقسوم من زيرو بقات بلوس لانفيني دونك واحد على لانفيني مشى لزيرو اشنو بقى لينا ناقص واحد داكشي اللي بغا غير هنا خصنا نشوفو كيفاش غادي نريديجيو سهل اون la limite lorsque x tend vers plus l'infini des nombres على هذه هذه كامل exponentielle x sur x ناقص 1 على x est égal à هذه فين كتمشي plus l'infini ou des 0 plus l'infini ناقص 0 هي plus l'infini ما فيها باس نقولو كار limite ديال 1 على x en plus l'infini هي 0 et limite en plus l'infini ديال l'exponentielle x sur x هي plus l'infini ما فيها باس نكتبوها الا كان هذا الشيء كيمشي لبلوس لانفيني دونك واحد على عليه فين يمشي للصفر نعيدو هذا التفكير باش نكملو لا ريداكسيون ديالنا اذا نقولو دونك لا ليميت لوغسكو اكس طون فير بلوس لانفيني دابا واحد على داكشي كامل اللي درنا هو ليكسبونونسيال اكس سور اكس ناقص واحد على اكس كتساوي لنا صفر علاش حاجه ديال اللي تحت بينا كيمشي بلوس لانفيني واحد على بلوس لانفيني هو صفر شنو هنايا لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال هادشي كامل
ناقص واحد باش نكملو العبارة ديال اف اوف اكس كتساوي لنا موان زان. وشنو هي هاد العبارة هادي؟ هاد العبارة هادي هي اف اوف اكس. اذا ليميت لوسكو اكس طوند بلوس لانفيني ديال اف اوف اكس ايت ايكالا موان زان. سو كيل فالي ديمونتري حيت لا وصلنا لهنا دونك كنبينو بلي لا دوات دلتا égale y égale moins 1 et donc une asymptote horizontale au voisinage de h moins l'infini d'un plus l'infini asymptote verticale de CF bien sûr. أولا نكتبوها بالعربية كنقولو المستقيم دلتا ديال المعادلة إكراك إكالا ناقص واحد مقارب أفقي بي ديال إش أفقي ديال سي إف بجوار بلوس لانفيني. قبل ما نمرو للسؤال الثالث بقات لنا واحد لاكيستيون ديال كالكولي لا ليميت أو الحساب ديال النهاية ديال إف دو إكس في موان لانفيني. اللعبة هي الأولى أون ليميت لوسكو إكس تنفير موان لانفيني ديال إف دو إكس إتيكال ليميت لوسكو إكس تنفير موان لانفيني نعود f de x بالصيغة ديالها ايت ايكال فوالا. أول حاجة اش غنديرو؟ غنعوضو هنا الفوق فين غيخرج لنا؟ اش غيخرج لنا؟ موان لانفيني تعويض هادشي مكنكتبوش غير الشرح لتحت اكسبونونسيال او موان لانفيني فين كتمشي بوحدة؟ غتمشي بوحدة غتمشي للصفر دونك شنو يبقى لنا تحت؟ موان زان فوالا لو كوسيون فين يمشي؟ موان لانفيني على موان زان سالب على السالب موان لانفيني على موان زان هي بلوس لانفيني و بلوس لانفيني على نقصنا منه واحد كيبقى بلوس لانفيني. دونك دابا يكفي ان نريفيجيوها اون ليميت لوسكو اكس تنفير موان لانفيني ديال اكس فين كتمشي بيان سور موان لانفيني اي ليميت لوسكو اكس تنفير موان لانفيني ديال المقام اللي هو اكسبونسي اكس ناقص واحد اكسبونسيال بوحدة كتمشي للزيرو موان زان بقات لنا موان زان سي بون. شوفوا معايا من هاد النهاية وهاد النهاية اش يمكننا نسنجو؟ فوق على تحت ناقص لانفيني على ناقص واحد اللي قلنا هي بلوس لانفيني. اذا اولا دونك لا ليميت لوسكو اكس تنفير موان لانفيني ديال اش ديال اكس سور اكسبونسيال اكس ناقص واحد كتمشي بلوس لانفيني حيت موان لانف سور موان زان سي بلوس لانف. انسي لا ليميت ديال كلشي دابا اون موان لانفيني بيان سور ديال اف دو اكس نقدرو نسنجوها بالخف باسكو هادي قلنا كتمشي بلوس لانفيني بلوس لانفيني نقصنا من واحد كيبقى بلوس لانفيني دونك كلشي كيمشي بلوس 9 سي بون. فوالا نمرو دابا للسؤال الثالث اش كيقول؟ مونتري كو لا دوات دي المعادلة ديال الإيكغيك إيكال ناقص إكس ناقص واحد أسانتو أوبليك يعني مقارب مائل بجوار موان لانفيني. دونك باش نشوفو المقاربات وديك الفروع النهائية يكفي أننا نرجعو للملخص ديال الدرس اللي ديجا درتو ديال الفروع النهائية ما فيها باس نذكر بالزربة هنا فور النهائي ديال المقارب المائي. شوف هنا ملي كيقول لك مونتري كو شوف معايا التذكير ديال الدرس مونتري كو واحد لا دروات دي ايكغيك معادلة ديالها هي ا اكس بلس بي هذا كنقولوا عليه اسامبتوت اوبليك يكفي هي اذا وفقط اذا كان ليميت en x tend l'infini de h de f de x ناقص هذيك ax plus b دول برا entre parenthèses خصها تخرج لنا صفر الى خرج لنا ليميت ديال موان ديال الانفيني او لا بلوز او موان الانفيني ديال f de x ناقص هذاك المعادله ديال لا دروات جاتنا زيرو كنقولوا باللي y ايتيكال ax plus b مقارب مائل بجوار الانفيني. الحساب فين كنحسبو كان x تنفير بلس لانف كنقولو مقارب مائل بجوار بلس لانف موان لانفيني بجوار موان لانفيني داكور. دونك دابا شنو خصنا نمشيو نبينو؟ خصنا نمشيو نبينو ان ليميت لوسكو x تنفير h واش بلس ولا موان لانفيني فين نجيو؟
السؤال هذا اللي بروبوزينا دو موان انفيني دونك خصنا نمشيو بين عندنا لا ليميت لوغسكو اكس تان فيغ موان انفيني ديال ديال اف دو اكس ناقص العباره ديال المعادله اللي هي ناقص اكس ناقص واحد دونك ناقص بين قوسين ناقص اكس ناقص واحد شحال تدخل لنا اساتذه حسب الدرس تدخل صفر هذا هو السؤال ديالنا فوالا دونك خصنا نبينو كيف قلنا هذا نجيو نحسبو اون ها لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موان انفيني حيت كان خصنا او فوازيناج دو موان انفيني ديال اش ديال اف دو اكس ناقص المعادله ديال المستقيم اللي هي ناقص اكس ناقص واحد ايتيكال خصنا نلقاوها هي زيرو دونك نحسبو حنايا اكس طون فيغ موان انفيني اف دو اكس شحال x sur exponentiel x ناقص واحد ناقص واحد هنا ناقص ناقص x هي زائد x ناقص ناقص واحد هي زائد واحد كنشوفو هنا بلي ناقص واحد مشات لها بلس 1 دونك ايتيكال لا ليميت لوسكو x طون فيغ موان انفيني ديالاش x sur exponentiel x ناقص واحد زائد x غنمشيو لهي ونحاولو نديرو توحيد المقامات ايتيكال La limite lorsque x tend vers moins l'infini, ce qu'on a en le moment, le moment, le l'exponentiel x n'apes, l'oul pour x, tani plus x, on va le voir avec le moment, le moment, le moment, l'exponentiel x n'apes, est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini, dirais-je x plus x exponentiel n'apes x sur exponentiel x n'apes, maintenant je dis moi. لوبجيكتيف اولا الهدف ديال التمرين هو شي خصنا نلقاو كيساوي صفر باش نبينو المقارب المائي هنا كتب لنا اكس مشات مع ناقص اكس اش بقى ليميت باسكو اكس طون فيغ ديما مع الانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس ناقص واحد فوالا شوفوا معايا بالتعويض هذه فين كتمشي حسب الدرس اكس اكسبونونسيال اكس باسكو اكس طون فيغ مع الانفيني كتمشي صفر داكور و الاكسبونونسيال بوحدة فين كتمشي اون موان انفيني حتى هي كتمشي للصفر اش نبقى صفر على ناقص واحد صفر على ناقص واحد هي صفر يكفي ان نكتبوها دابا اور لا ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موان انفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس كتمشي للصفر اي تحت ليميت لوغسكو اكس طون فيغ موان انفيني نديروها كامل نديرو المقام كامل اكسبونونسيال اكس ناقص واحد exponentiel x n'est que chez 0, c'est pas moins 1, non? C'est pas non? Moins 1, voilà. Donc le quotient, il faut à 0. Donc le prena, c'est la limite de le bost, c'est la limite de le maqam. Donc, le bost à le maqam, on s'affaire à la naqis. Ou à dire, s'affaire. D'où, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de l'h, de x exponentiel x sur exponentiel x ناقص واحد كتساوي صفر وهذا هو شنو هو راه هو التبسيط اللي جايين به جايين به مناش من f دو x ناقص ناقص x موانز يعني هاد النتيجه اش كتعطينا كتعطينا باللي لا دروات دونك نجيو هنا ديريكتومون نكتبوها دو لا دروات دي ديكواسيون y ايكال ناقص x ناقص واحد اسامبتوت اوبليك او فوازيناج دو اش من لانفيني موان لانفيني اللي كنحسبو فيه من قبيله هو موان لانفيني موان لانفيني سي بون هذا ا او اشنا بلاصه سي اون اسامبتوت اوبليك او لا مقارب مائي ندوزو السؤال الموالي شوفوا لا كيسيون ديال اون ديدوير لا بوزيسيون غلاتيف ديال السي اف بارابور او لا الوضع النسبي ديال السي اف بالنسبه للمستقيم دي اول حاجه اشنو هو الوضع النسبي نقولوا الوضع النسبي ديال السي اف مع واحد المستقيم يعني امتى غادي تكون السي اف فوق من المستقيم وامتى يكون تحت منه دونك نديروا ان رابيل دو كور كيفاش كنديروها كنديروا باغ اكزومبل الى بغينا الوضع النسبي ديال السي اف و و دي دي يكون باغ اكزومبل معادله المستقيم ديالو هي اكس بلس بي اش كنديروا كندرسوا لو سين اولا اشاره ندرس ندرس إشارة نديرو الفرق ديال العبارة ديال السي اف هي اف دو اكس ناقص
هل معادلة المستقيم لـ Rx plus b بيان سور بين قوسين. فوالا كنشوفوا هادي إمتى كتكون بوزيتيف. إذا كانت بوزيتيف شكنقولوا f دو x ناقص هاد Ax plus b. إذا كانت بوزيتيف شكنقولوا أن هادي cf فوق b. كنقولوا cf au dessus de la droite d. أو لا cf فوق d. D'accord. Oui, le cas là, f de x à la marra, ناقص ax plus b اللي بين قوسين. Il est quand سالبه نقولوا ان cf تحت منا او لا en dessous de la droite d او لا cf تحت d. D'accord. هذا rappel de cours. دابا الى مشينا طبقناه هي اش غنديرو لينا دروس اشارات اشنا عندنا f دو x ناقص اشنا هي المعادله ديال t هي بين قوسين ناقص x ناقص 1 داكور نجيو نقولو اون f دو x ناقص x ناقص 1 كتساوي هي f دو x زائد 1. إذا تفكرتوا معايا قبل راه هادي راه مشينا حسبنا لها الليميت ديالها دونك عرفنا القيمة المبسطة ديالها أولا الصيغة المبسطة اللي لقيناها هي x اكسبونونسيال x سور اكسبونونسيال x موان زان. ما نعاودوش نديرو التبسيط ديالها من الأول ديجا جبدناه في السؤال اللي كاين في لا ليميت تقدروا ترجعوا ليه. فوالا دونك ندرسوا الإشارة ديالي. إذا كانت بوزيتيف كنقولوا cf فوق d. إلا لقيناها سالبة كنقولو cf تحت d. يكفي دابا أن ندرس الإشارة. دونك حنا كنعرفو إشارة ديال الإكسبونونسيال بوحدها كي دايرة. أش قلنا على الإكسبونونسيال؟ ستريكتمون بوزيتيف أولا موجبة قطعا كاين كي سوا x كينتمي ل r. إذا إشارة ديال هاد الصيغة ديال f دو x ناقص x موان زان هي إشارة x على إكسبونونسيال x ناقص 1. دونك قبل ما نديرو جدول الإشارة غنمشيو نشوفو إمتى كينعدم من الفوق لتحت. بيان سير x كتنعدم في زيرو حيت x غنشوفو هادي إمتى كتنعدم باش نحاولو نحطوها في جدول الإشارة. كنقولو إكسبونونسيال x ناقص 1 كتساوي صفر. إذا إكسبونونسيال أولا تكافئ إكسبونونسيال x كتساوي 1. شكون هو العدد ديال إكسبونونسيال ديالو هو 1 هو صفر. أولا إلا معرفتوش كندخلو الألان هنا والألان هنا. دونك غندخلو الألان ديال إكسبونونسيال كتساوي ln ديال الطرف الثاني اللي هو 1. ln ديال الاكسبونونسيال كيطيرنا ln كيطيرنا الاكسبونونسيال وبيان سور الاكسبونونسيال كيطيرنا ln. علاش؟ حيت بجوجهم وحده الداله العكسيه ديال الاخرى. دونك هنا مشات عندنا x كتساوي ln دو 1 اللي هي صفر. دونك لتحت كينعدم بصفر وحتى الفوق كينعدم بصفر. دونك الى جينا هنا ودرنا جدول الاشاره عندنا x هنا اش كنديرو مجموعة التعريف لي هي موان انفيني بلس انفيني. كيف قلنا اشارة ديال هاد لوكوسيون كامل هي اشارة x على ليكسبونونسيال x حيت هدا حيدناه بوزيتيف. لي بوزيتيف ماغادي اترفناش على الاشارة. دونك كنديرو x و تحت منو اكسبونونسيال x ناقص 1. واش قلنا هذا على هذا كيعطينا الاشارة ديال الفرق كامل اللي هي f دو x ناقص x ناقص 1. داكور. اش قلنا على هذا كينعدم فاش في الصفر وحتى هذا بيناه حتى هو كينعدم في الصفر هنا. دونك هذا كينعدم في الصفر وحتى اللي تحت منه كينعدم في الصفر. وهذا اتونسيون ردوا البال هاد الزيرو ما غاديش في المقام داكشي علاش غادي نديرو واحد دو بار هنايا. فوالا دابا نديرو الاشارات x هنا اشارة a اول معامل ديال x هو بلس موان دو ميم هنايا بلس موان. داكور. دابا غنشوفو لو كوسيون يعني هذا على هذا. دونك ناقص على ناقص زائد زائد على زائد زائد. شوفو معايا هنا الفرق شو كيفاش داير. هنا شنو كنديرو؟ كنديرو بوزيسيون غيلاتيف اولا الوضع النسبي بوزيسيون غيلاتيف ديال سي اف
ولا الضربات اللي كنقلبوا عليها. شوف هنا الفرق ديما موجب، يعني سي اف في هذه الحاله هنا فوق دي، وحتى من الجهه الاخرى فوق دي، يعني على المجال كامل من مول انفيني حتى بلس انفيني ديما سي اف فوق من المستقيم دي. بعد مره تبدا التمارين تلقى هنا بلس وهنا مون، دونك نقولوا من مول انفيني لزيرو راه سي اف فوق دي، و الا كان عندنا موان هنا كنقولوا ولكن في المجال صفر بلس انفيني كنقولوا سي اف تحت دي، ولكن في التمرين ديالنا عندنا غير كلشي بلس، دونك كنقولوا هادشي كامل من هنا حتى لهي كنقولوا سي اف اي او دوسو دو لا دروات دي، اولا كنقولوا سي اف فوق المستقيم دي. ننتقلوا للسؤال الرابع اللي هو دريسي لو طابلو دو فارياسيون او لا حدد جدول تغيير الدالة F. جدول تغيير الدالة F يعني حنا نحسبو الدالة المشتقة ديال F باش نديرو لها الإشارة، باش ندرسو لها الإشارة ديالها. دونك كيف كنقول لكم ديما خصكم تبينوا أن F قابلة للإشتقاق قبل ما تحسبو الدالة المشتقة، حيت كاينين دي بروف اللي كيقول لك لا بينها ليا أنها قابلة للإشتقاق قبل ما تحسب الدالة المشتقة. داكور، دونك حنا غنجيو ديريكتومون نحسبو F بريم أنا f prime de x est égal. Donc maintenant u sur v. D'accord, je n'ai u sur v le tout prime. Il y a u prime fois v na s u fois v prime le tout sur v carré. C'est-à-dire un tout proche. Donc il devrait un tout proche là. Donc chaque fois. C'est-à-dire u donc u prime fois v na s u fois v prime sur v au carré. Voilà. ناقص واحد بريم ناقص واحد ثابته بقات صفر. دونك غنجيو هنا نكملو الحساب ديالنا. x بريم هي واحد، واحد في الداله اللي بقات لنا هي اكسبونسييل x ناقص واحد ناقص x. اشنو هو البريم ديال الاكسبونسييل x ناقص واحد؟ الاكسبونسييل كيبقى هو الاكسبونسييل ناقص واحد هي صفر، بقى لنا غير الاكسبونسييل دو x. سي بون le tout sur exponentielle x n'a pas le tout au carré. Voilà. Alors là, je vous ai dit, je vous le montre. Là, je vous ai dit, l'exponentielle x n'a pas x exponentielle x, là où il y a toujours la droite de la g de x. Donc, g de x sur exponentielle x n'a pas le tout au carré. Et il y a f prime de x. D'accord, احنا بقينا f prime x. Donc, باش نديرو جدول التغيرات خصنا الاشاره، خصنا ندرسو الاشاره ديال f prime. Donc, الا لاحظتوا معايا شوف الاشاره ديال f prime. المقام ديالها موجب. D'accord؟ اذا الا كان المقام موجب، يعني اشاره f prime هي اشاره الوسط. نقولوا هنا هنا exponential x ناقص 1 prime موجبه. هك اذا donc, le signe de f prime est le signe de g. Ah oui, Icharat, f prime est Icharat de la g. Oh, on a tombé le sujet de la bien un g célibre. Or, g de x اصغر من او يساوي صفر كاين كيسوا x ابارتنون على هذه بينها في لابارتي الاولى ديال التمرين. الا كانت g سالبه اش نقولوا ان حتى f بريم تاي سالبه، علاش؟ حيت قلنا السين ديال f بريم حتى هو هو لو ميم سين ديال g. اذا شنو f بريم كيفاش دايره؟ سالبه. الا كانت f بريم سالبه فان f تناقصيه قطعا. داكور، غنجيو دابا نديرو جدول التغيرات. عندنا x من موال انفيني حتى بلوس انفيني، ديالاش هنا غتكون اشارة f بريم، وهنا غادي تكون f دو x باش نديرو لها التغيرات ديالها. في لي نونسي في الاول قلنا نقبلو ان f بريم دو زيرو هو موان زان دومي، او لا نادمي كو f بريم دو زيرو هي موان زان دومي. كتبوها هنا، هادي نادمي كو
غير ردوا البال في المونسير انت هذاك لو موان ما كتبتوش راه موان زان دومي ماشي ان دومي موان زان دومي دونك اف بريم دو اف بريم دو سيرو اش قلنا اللي هبط هو اللي قلنا عليه هو موان ان سور دو موان ان سور دو فوالا وشنو قلنا على جي دو اكس صغر من زيرو دونك اف بريم كامله سالبه دونك سالبه سالبه دونك كيفاش غادي تكون اف غاتكون ستريكتومون ديكروسون او لا تناقصيه قطعا وكنا لقينا الليميت موان انفيني ديال اف دو اكس شحال لقيناها بلوس انفيني وليميت بلوس انفيني لقيناها هي موان زان سي بون وشنو هي اف دو زيرو اف دو زيرو تك 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 اف دو زيرو حسب التمرين هي زيرو هاي اف دو زيرو يقال زيرو حسب لينونس يعني الداله غادي تجي تناقصيه قطعا من بلوس لانفيني وغادي تقطع النقطه ذات الاوبسور زيرو الاوبسور زيرو هي غادي شكون هو اصل المعلم غادي تدوز من اصل المعلم وغادي تمشي لموان زان فوالا دابا ندوزو اخر سؤال هو الرسم ديال هادشي اول حاجه في الرسم اش كنديرو كنديرو كاع النقاط اللي غادوز منها لا فونكسيون عندنا هي صفر صفر دونك عرفنا لا فونكسيون غادي تدوز من هنا دونك هذا سي ان بوان اللي غادوز منو لا فونكسيون حطوه هذا سي ان بوان اللي غادوز منو لا فونكسيون زيرو كنحطو المقاربات شنو بينا في المقاربات بينا y يقال موان زان اش قلنا y يقال موان زان اللي هو سميناه دلتا مقارب افقي ياك بجوار اش بجوار بلوس لانفيني دونك فين هو y يقال موان زان فوالا حطو موان زان ياك دونك فين غادي يكون هذا هو y يقال موان زان كامل ولكن حنا بغينا غير بجوار بلوس لانفيني دونك نرسمو غير نص لي دايز من هنايا دونك شوفو معايا هو هذا نرسمو بحال هكدا نرسمو غير هاد الجهة هذا هو y يقال موان زان سي بون احنا رسمناه عندنا عاوتاني واحد المقارب كبير مائل اللي هو دي اللي هو y يقال موان x موان زان مالو مقارب مائل هاد المرة بجوار موان انفيني دونك باش غنرسمو هاد المستقيم ديال المعادلة y يقال ناقص x ناقص واحد كناخدو دو بوان بحال اللي كنا كنديرو شحال هادي في الكوليج ناخدو واحد دو بوان شوف كنديرو هنا x و y خود ليا بو x يقال باغ اكزومبل زيرو إلا عطيتي x زيرو واش غتولي y موان زيرو فوالا حنا لقينا النقطة الأولى صفر ناقص واحد نعطي ان اوتر بوان باش نصوبو مستقيم هاد المستقيم خصنا جوج نقط هاد المرة عطي الاكس ناقص واحد اش غتولي إلا عطينا الاكس ناقص واحد مع هاد لو بوان ناقص ناقص واحد هي واحد ناقص واحد غتولي هي زيرو فوالا حنا دابا لقينا دو بوان شوف لو بوان الأول هو شكون صفر ناقص واحد اكس صفر ايكغيك ناقص واحد هذا هو لو بوان الأول لو بوان الثاني x عطيه موان زان y زيرو دونك هو هذا لو بوان فوالا شوف هاد لي دو بوان هما اللي عطيونا المستقيم دابا المستقيم نورمالمون راه هو هذا كامل ولكن شنو بغاو بجوار موان انفيني دونك ناخدو من هاد الجهة اليسرية دونك نتبعو هاد لي دو بوان بحال هكدا ناخدو غير هاد الجهة فوالا نورمالمون y ايكالا x موان زان هادشي كامل ولكن حنا بغينا غير الجهة موان انفيني شمون هنا y يقال موان x موان زان سي بون دونك دابا عرفنا شحال من حاجه عرفنا باللي لا فونكسيون جايه شوف من بلوس لانفيني غنحاولوا هاد y يقال x موان زان ديروها من الجهه الاخرى باش ما تبرصناش في الرسم حطوها هنايا ديروا هنا y يقال موان x موان زان دونك كي تكون لا فونكسيون شوفوا معايا جوج تغيرات جايه من بلوس لانفيني جايه بحال هكا بلوس لانفيني ولكن نعاودنا هاد المقارب يعني غنجي بحال هكا شويه غتوشي في الزيرو فابري غتمشي مع هاد المقارب ولكن كاين ان ديتاي اللي ما نقدروش نرسمو كيفاش غادي تدوز من الزيرو واش هكا واش هكا واش فهمتي دونك خصنا واحد لو ديتاي باش يكون الرسم بريسي دونك خصنا واحد المماس اكس ايكال زيرو دونك هنا غنفكرو المعادله ديال المماس x = 0 دونك نكتبوها هنا شوفوا معايا هنا
معادلة المماس في x يقال 0 هذه المعادلة ديالها y يتقال f بريم ديال h في 0 عامل لـ x ناقص 0 بلوس f دو 0. هنا قلت لكم الرابيل ديال الكور معادلة المماس ديال واحد f ديال cf في الأفصول في النقطة ديال الأفصول x 0 هي هذه y يقال f بريم دو x 0 عامل لـ x ناقص x0 زائد x f دو x0. إذا طبقنا فور x0 يقال 0 نطيحو هنا فوالا حسب التمرين f بريم دو 0 كنا نقبل أنها هي ناقص 1 على 2 دونك كتولي ناقص 1 على 2 عامل لـ x ناقص 0 هي x بلوس f دو 0. f دو 0 حسب التمرين هو 0 دونك معادلة المماس تكون هي ناقص 1 على 2 x فاش في هذه النقطة. دونك إلا بغينا نرسمو المعادلة y إيكالا ناقص 1 على x نكتبوها هنا باش نشوفوها y إيكالا ناقص 1 على x ناقص 1 على 2 x خصنا جوج نقط بحال إلا درنا فوق هنا دونك نديرو النقط الأولين x هنا y أسهل نقطة إلا لقيتي x 0 y غتولي ناقص 1 على 2 في 0 هي 0 تاعي دونك غادي ندوزلنا من 0 0 اللي هو او عطيت x إيكالا هذه المرة 2 فوالا الى عطيت x إيكالا 2 شتولي ناقص 2 على 2 ناقص 2 على 2 اللي هي y هي موان 0 فوالا حنا دابا بقينا جوج نقاط 0 على 0 هي النقطة الحمراء اللي عطيتنا وثاني وحدة ناقص هو 2 ناقص 1 2 ناقص 1 دونك طق 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 2 ناقص 1 هو هذا البوان جوج ناقص واحد هو هذا البوان دونك المماس هو اللي كيمر من هذه النقطة لهذه النقطة دونك نرسمها هنا هي نورمالمون راه خط كامل غير هو حنا نحطو غير حدا حدا الزيرو هنا باش نشوفو كي غادي يكون الكومبورتمون ديال السعر غادي يدوز بحال هكا دونك هذا هو المماس فاش في x إيكالا زيرو دابا يكفي أننا نرسمو بلا دونك عندنا بزاف ديال البريسيزيون جاية من هنا هذا مقارب يعني غادي تجي معاه فوالا داكور شوفوا معايا مزيان الدالة غادي تجي بحال هكا وعندنا مماس بزاف يعني هاد الطونجونت هنا شوف طاك ما غاديش تضرب غادي تدوز فوق منه فهمتي الفرق ولكن عندنا واحد الحاجة أخرى شوفوا معانا شنو الوضع النسبي الوضع النسبي ديال اش ديال السي اف هذا هو السي اف قولي بالحمر مع هاد y يبقى ناقص x ناقص 1 هذا شنو قلنا عليه الي توجور او دسو يعني فوق منه شوف لاحظتو فوق منه حنا نقدروا نديروا لها بحال هكا يجي بحال هكا حتى هذا مقارب الا جينا بحال هكا راه هذا مقارب ولكن حنا رسمناه فوق منه باسكو عندنا ان ديتاي ديتاي الثاني والديتاي الثالث هو قلنا سي اف فوق دي حتى هذا هو دي دي المعادلة ديالو هو y إيكالا ناقص x ناقص 1 دونك نكملو الرسم ديالنا لا طونجونت في الزيرو وشنو قلنا عليه هذا مقارب أفقي يعني غادي يمشي معاه فوالا بلا ما غيتوشيه هذا هو المقارب أرنا هنا بو بلوس دو بريسيزيون سي با غادي معاه بلا ما يتوشيه سي بون دونك هذا هو السي اف نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا واحد شوية نتمنى ان الشرح يكون فادكم ان شاء الله غادي نشوفوا بزاف ديال التمارين على الرسم حيت المشكل ديال الدراري بزاف هو الرسم المبياني واخا كيوصلوا جدول التغيرات وكيوصلوا كيصاوبوا الفروع النهائيه وكيحسبوا ليميت كيوصلوا بالرسم وكيوقفوا كيف قلت لكم غادي نجيب لكم دوطر زيكزيرسيس اللي غادي يكونوا فيهم غير نعطيكم غير جدول التغيرات ونعطيكم كاع لي دوني بارابور على لي ليميت وعلى الفروع النهائيه ونقول لكم رسموا انا نجيب واحد التمرين فيه 4 ولا 5 باش ان شاء الله نترينيو مزيان على السي اف ما بقاوش تخافوا منها. سلام عليكم.